فيروس كورونا في صدارة الأحداث مجددا في باكستان. منظمة الصحة العالمية توصي بإعادة فرض قيود الإغلاق بشكل متقطع للحد من تفشي الفيروس وخطر انهيار القطاع الصحي، مع تسجيل أرقام قياسية في أعداد الإصابات والوفيات، وفيما أكدت الحكومة تبنيها سياسة شاملة تراعي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مواجهة كورونا، إلا أنها استبعدت إعادة فرض الإغلاق. نعمل على تحسين قدرات القطاع الصحي، وعلى المواطنين أن يعوا أن جائحة كورونا حقيقية. سنشدد إجراءاتنا ضد مخالفي الإجراءات الاحترازية، وسنغلق بؤر تفشي الفيروس بعد التشاور مع الحكومة الاتحادية. وبالرغم من إعلان السلطات الباكستانية شروطاً وتدابير احترازية كالتعقيم ووضع الكمامات والتباعد إثر قرارها تخفيف الإغلاق، فقد تباين الالتزام بالإجراءات الاحترازية، كما تباينت الآراء حول أسباب تفشي الفيروس وكيفية التعامل مع هذه الجائحة. بدلا من الذعر، علينا التعامل بمسؤولية والتزام الإجراءات الاحترازية، كما على الحكومة توعية الناس بالفيروس وخطره على كبار السن والأطفال وعدم اصطحابهم للأسواق. كورونا وباء خطير يتطلب منا الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لذا نطلب من الزبائن التزام وضع الكمامة والحفاظ على التباعد. وسجلت باكستان مؤخرا أعلى معدلات للإصابة والوفيات لتصبح ضمن قائمة الدول العشر الأسرع تفشيا بالفيروس، أمر عزاه مراقبون إلى تعجل السلطات تخفيف الإغلاق وضعف الالتزام بالإجراءات الاحترازية، فيما حذرت منظمة الصحة العالمية من ارتفاع معدلات الإصابة وضعف أنظمة رصد ورقابة المصابين بالفيروس. في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الباكستانية للموازنة بين الصحة والاقتصاد في مواجهة جائحة كورونا، تتعالى الأصوات المحذرة من انهيار القطاع الصحي في ظل تضاعف أعداد الإصابات وضعف الالتزام بالإجراءات الاحترازية. عبد الرحمن المزيني، الحدث، إسلام أباد.